أصابك الجوع أو ضاق عليك الرزق، وش تسوي؟ سو مثل ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل كما فعل، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام في كل شيء. جاه ضيف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله، فأرسل إلى نسائه: هل عندكن شيء؟ يعني في شيء نطعم فيه هذا الضيف؟ فلم يجد عندهن شيء. قال: اللهم من يسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فأهدي للنبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الدعاء شاة مصلية، يعني شاة مشوية. قال: اللهم هذا من فضلك وإننا ننتظر رحمتك. بوب ابن أبي شيبة باب الرجل يصيبه الجوع ويضيق عليه الرزق، بماذا يدعو في هذا الدعاء؟ احذر. والتأخير، تأخير الصلاة مو بسوالف. إذا جاء أمور الدنيا ساعاتنا والمنبهات والتذكير، الأم والأب والزوجة ذكروني قوموني، اختبارات الآن، صح؟ الله يوفق أبنائنا، قولوا آمين، ويعينهم ويسددهم ولا يضيع لهم تعب. لكن يا ليت ربع هذا الحرص وحالات الطوارئ في البيوت تكون عند أداء الصلوات في أوقاتها. وبعضنا تقول: ولدي والله ما أفلح، لأنه تأخر عن صلاته، لأنه ما أقامها إقامة حقيقية. عمركم سمعتوا لفظ في الصلاة صلوا؟ ما في أقيموا، ما مرت صل إلا مرة واحدة. فصلي لربك وانحر، خاصة بالنبي. لكن هذا حديث، أنا أتكلم في القرآن، وهناك من باب التعليم. أما الصلوات تأتي: أقيموا الصلاة، أقاموا الصلاة، إقامة. والإقامة معناتها تشييد البناء. الرسول يسمي الحب رزق. إحنا بعض الناس يتوقع أن رزق المال بس والأولاد، يقول رزقت حبها. هذا أعظم وصف بين العلاقة الزوجية. من يقدر منا اليوم يقول لحرمته أنا رزقت حبك؟ رزق رزق الله مثل ما ترزق الربح. فيكفي أن الرسول يقول رزقت حب خديجة. لم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم حب إنسان رزقا كما رزق حب خديجة. عمرو بن العاص يقول: قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وضمني ضمه درجة قال لي أنا أحبك. يقول: توقعت أني أحب واحد عنده. يقول: يعني شفت، خليت مقلب في نفسي. يقول: من بكرة جيت قلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ يعني من شدة اهتمام النبي فيه حسس أن أحب واحد عنده. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي. هذا يرجع للحب اللي أنت أيضا قلته. قال: أحب الناس إلي عائشة. والناس تفارقت على الدنيا، ولذلك الرسول ما خاف على الأمة. إيش قال؟ والله إني لا أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم الدنيا، أن تفتح عليكم كما فتحت عليهم، وأن تتنافسوها كما تنافسوها، وأن تهلككم كما أهلكتهم.